أخ أحمد يقول تستغرق الصلاة الإبراهيمية 100 مرة حوالي 20 دقيقة، بينما يمكنني أن أصلي على النبي صلى الله عليه وسلم بالصيغة المختصرة حوالي 400 مرة خلال 20 دقيقة، فأيهما أكثر أجرا؟ الصلاة الإبراهيمية إنما تقال داخل الصلاة، أما خارج الصلاة فيأتي بالصيغة التي أشار إليها، اللهم صل وسلم على رسولك محمد، ويكررها. هذا هو السنة في هذا، اللهم صل وسلم على رسولك محمد، اللهم صل وسلم على رسولك محمد، ويكررها. وقد قال عليه الصلاة والسلام: من صلى علي صلاة واحدة صلى الله عليه بها 10، يعني أن الله تعالى يذكره في الملأ الأعلى 10 مرات، وهذا فضل عظيم. ولذلك الصلاة على النبي عليه الصلاة والسلام من الأعمال الصالحة العظيمة، والله تعالى قد أفردها في آية كاملة من القرآن وأمر بها، فقال: إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. وفي حديث أبي بن كعب لما قال النبي صلى الله عليه وسلم أنه سيخصص وقتا للصلاة والسلام عليه، قال: إذن يغفر ذنبك وتكفى همك، فهي من أسباب مغفرة الذنوب ومن أسباب زوال الهموم والغموم.